اخواني، هذه بساتير خان الولول. واحد المسؤولين يقول خان الولول لم يدخلها المي. احنا سويت هذا الفيديو حتى الناس تشوف انه المي دخلنا. هذا حالنا اخوان، مئات البيوت حاليا في هذا الحوض، وخلي يطلعون يكشفون انه البيوت في هذا الحوض قسم تحاصرت وقسم بعد المي ما واصلها. نعتب على إدارة المحافظة وعلى السادة المسؤولين أن ينفهونا من هذا المي، ينفهونا إلى طرق أخرى، إلى وديان، إلى يحفروننا بس أحد المجاري تطلع على على على, على الجبال حوض يسوونه، يقومون ضلحنا يومين كل كم سنة أنا أعمر وتغرق الدنيا. ما يصير. أنا ما ناشد، بس ناشد المركز المحافظة والدولة. ما ناشد لا مدير مي، لا مدير كهرباء، لا مدير الطرق. هاي يعني اناشد بس ناس السيد المحافظ والسادة اعضاء مجلس المحافظة والسادة النواب. بس السادة النواب احنا ناشدهم اني، اقول تعال شوف هذا حالنا.